حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق رموا جمارهم الثلاث بكل يسر وسهولة ووسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها جميع الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج 1442. المنظومة هذه المتكاملة من الإجراءات الاحترازية تعمل بها الجهات منذ خروج الحاج من مسكنه سواء في الأبراج السكنية وفي المخيمات حتى الوصول إلى منشأة جسر الجمرات وحتى الانتهاء من رمي الجمار الثلاث والوصول مرة أخرى أو الرجوع إلى المخيمات. معي في هذه اللحظات الحاجة أم علي من فلسطين وابنها علي، الله يحييكم معنا. حاجة، أولا كل عام وانت بخير، كل سنة وانت طيبة إن شاء الله. كيف شفت اليوم رمي الجمار الثلاث وأداء نسك الحج؟ والله ما شاء الله، يعني الحمد لله رب العالمين، والله كله مسهل وميسر، والله يعطيكم الصحة والعافية ويخلي هالبلد ويخلينا الملك يا رب إن شاء الله كده. والله كل إشي منظم، كل يعني مش هاي، والله كل إشي منظم، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله ويديم علينا الأمن والأمان ويبعد عنا الوباء يا رب العالمين. يا علي، كيف اللي وجدت اليوم؟ يعني أنت الآن تو أنت كنت طالعين من منشأة جسر الجمرات. صحيح. أول شيء يعطيكم ألف عافية، جهود جبارة تشكر عليها حكومة المملكة ممثلة بقائد الحرمين الشريفين ولي العهد وجميع الأخوان في الوزارات، بارك الله فيكم. صراحة ما كنا متوقعين نشوف هالتنظيم العالي، الحمد لله تنظيم من أحسن ما يكون. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، إن شاء الله القبول من كل الحجاج على الأعمال ما شاء الله الصراحة الجبارة. من يوم ما دخلنا المشاعر إلى اليوم الحمد لله كل شيء ميسر ومرتب بطريقة بصراحة يعني يذهل لها العقل في بعض الأحيان. الله يوفقكم ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أم علي، هذه أول حجة لك طبعا. أول حجة، أي والله. كيف فرحة؟ والله فرحانة الحمد لله رب العالمين، الله يسر لي إياها الحمد لله. الحمد لله ميسرة من جميع الجهات في كل شيء، والله الحمد لله ما في شيء إلا منظم، اللي يعني حتى الحمد لله رب العالمين اللي بيعطونا إياهم هذا شو اسمه هاي تبعت اللقاحات. أيوة نعم. اللقاحات يعني رايحين جايين الكمامات، وما الكمامات ما هم قصرين بأي شيء والله، لا اللي جوا ولا اللي برا. الله يعطيكم ألف عافية، الله يتقبل منكم إن شاء الله وتروحون ترجعون بالسلامة. دعاء جميع المسلمين يا رب العالمين. شكرا لكم علي. تسلم، يعطيك العافية. شكرا لكم، بارك الله فيك. نعم محمد، أخيرا كما ذكرت سابقا هناك تنسيق مشترك بين الجهات الحكومية في وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة لحجاج بيت الله الحرام ولكي يؤدوا مناسك حجهم وسط بيئة صحية وآمنة.